بمعنى اذهب باللهجات العراقية. روح. من أشهر آثار البابليين الموجودة حالياً. مسلة بابل. في الرياضيات. مسلة حمرامي العفو. في الرياضيات أذكر نوع من الزوايا. زاوية حادة. حيوان من فصيلة الكلبيات. الكلب ذئب. أماكن في الجسم نضع عليها الحلي. الأذن. شكراً جزيلاً. خلاص. خلينا نشوف إيش قد جبت من درجات. تفضل. خمس أسئلة سألتك في خمس في 20 ثانية كانت إجاباتك هي كالآتي، وخلينا نشوف الدرجات إيش قد جابت لك. السؤال الأول بمعنى اذهب باللهجات العراقية، شنو كان جوابك؟ روح. روح. الروح جابت لك 25 نقطة، ممتاز رائع. السؤال الثاني كان من أشهر آثار البابليين الموجودة حاليا، قلت إيش قلت؟ قلت مسلة حمرابي. مسلة حمرابي. مسلة حمرابي جابت لك 10 درجات، لأن يعني أكو أسد بابل، أكو بوابة عشتار، مسلة أكو ثور مجنة. السؤال الثالث في الرياضيات أذكر نوع من الزوايا، قلت حادة. الحادة. خلينا نشوف بالله أني حادة. 20. ممتاز والله. 55 نقطة الآن. السؤال الرابع حيوان من فصيلة الكلبيات، قلت الذئب. الذئب. خلينا نشوف الذئب. أبو سرحان جاب لك. حلو. 22 نقطة. السؤال الأخير الخامس أماكن في الجسم نضع عليها الحلي، قلت الأذن. الأذن. الأذن نخلي عليها التراتي القيراء. أها أها. حلو. 26 نقطة بعد جديد. ممتاز. 103 يعني يراد فلورا تجيب 97 نقطة وتفوزون بجائزة. تفضل أستاذ جليل. تفضل. جميل. خلينا ندعي أو نستدعي الآن الأخت فلورا لحتى نسألها الخمس أسئلة نفسها في 25 ثانية. أخت فلورا تفضلي. يلا أوكي. ها على الخط على الخط على الخط على الخط. أيوه. بمعنى اذهب باللهجات العراقية. روح. غيري. امشي. من أشهر آثار البابليين الموجودة حالياً؟ بوابة عشتار. في الرياضيات أذكر نوع من الزوايا؟ زاوية 90. حيوان من فصيلة الكلبيات؟ الكلب. أماكن في الجسم نضع عليها الحلي؟ إذن. غيري؟ أصابع. شكراً. شكراً شكراً شكراً. خلي نشوف إجاباتك